لنا مشاهدينا الكرام، مباشرة ننتقل بكم لمحور الصباح. ومثل ما نوهنا أنا ومصطفى بداية الحلقة، اليوم محورنا راح يكون عن المرأة، لأن ما ممكن بهذا اليوم، اليوم العالمي للمرأة، نتحدث بموضوع آخر، إنما اليوم راح نتحدث عن المرأة وإنجازاتها ووجودها وبصمتها بالمجتمع. لهذا يسعدنا أن نستقبل عبر السكايب السيدة نور هاشم، صاحبة مشروع محلي اسمه هيلي، ساهم بإحياء التراث العراقي والتمسك به بأجمل الطرق عن طريق دعم مواهب النساء العراقيات أينما كانوا. لهذا خلونا نتعرف عليها سوية وعن كيفية دعم هذا المشروع للنساء العراقيات. يسعد صباحش نور. صباح الخير ست نور. صباح النور، اهلا مرحبا، عام انتم بخير وانت بألف كل عام وانت بألف خير، ويا رب ان شاء الله دائما نجاح وتألق. الله يخليك، شكرا. الله يسلمك. طيب ست نور، انا اريد منك بدايه انت على طريقتك الخاصه تعرفينا وتعرفين كل المشاهدين عن نفسك. مرحبا المشاهدين الكرام، اسمي نور هاشم، بكالوريوس علوم سياسيه جامعه بغداد. انشات هيلي يعني شغفي وحبي للتراث العراقي، تحديدا التذكارات والهدايا الصغيره الخاصه بتاريخنا. الحمد لله قدرت انه اتوفق من خلال يعني دراستي، كانت ايضا ساعدتني في انه الم بمجموعه من الخاصه بالتاريخ وجغرافيا وحضاره العراق. حاولت اعكس شيء يعني اي يعني شيء انا احبه واقدر انه انقل معلوماتي الخاصه بي على شكل منتجات او صناعات موضوعه ومهووسه باي شيء له علاقه بالصناعه اليدويه المحليه، الصناعه بشكل خاص. سعيده اليوم همينه بانضمامي لكم. احنا يا نور. طيب حابين نعرف من حضرتك عن قصه او نقطه البدايه، نرجع كلش ببدايه هذا المشروع المحلي هيلي. هل يا ترى كان مجهود فني شخصي وذاتي، ومن بعدها صار فريق، او من البدايه هدفه تجميع الجهود الفنيه ودعمها؟ نعم، بدايتنا هي بدايه اي مشروع. بلشنا بمشروع صغير، بالبدايه كنت اني واختي ندير هذا الموضوع. هي بالبدايه كانت فكره، الفكره هو التركيز على مفردات معينه وعلى رموز معينه ونحاول نقلها الى منتجات. اول ما بلشنا بصناعه الاكسسوار، صنعنا يعني مفردات او خلينا نقول قطع مميزه فريده، استوحينا هذه التصاميم مالتها من الحضاره البابليه. حتى تسمية هيلي هو بالأساس هو يعني اسم يعني أخذناه من القاموس السومري، واللي يعني إلى دلالات معينة خاصة بأرض سومر أو بلاد الرافدين. فهذه هي بداياتنا، بلشنا مجموعة صغيرة، كنا انطلقنا عن طريق السوشيال ميديا، بعدين قررنا أن يكون لنا مكان في سوق تراثي في بابلون مول، حتى اختارينا المكان الدلالة لأنه إحنا نكون جزء من مكان تراثي معين، سوق كبير نحاول نعكس فيه تراثنا وهذه المنتجات. وأيضا بعدين استقطبنا ناس تشتغل ويانا لأنه المشروع كبر، من لاين الأكسسوار إلى صناعة التذكارات إلى الهدايا إلى الخوص السجاد، هاي التفاصيل. طبعا المشوار كبير، يعني صار لنا أكثر من أربع سنوات، فراح أختصرها على حضراتكم إنه هي هاي كانت البداية. حلو. طيب هنا انا اعرف انك اني انه انت المنتجات المستوحاة من الاثار القديمه اللي تقدم من خلال مشروع هيلي، شنو هذه المنتجات؟ هي يعني تقدرون تطلعون حضراتكم على المواقع الخاصه بمشروعنا. اغلب المنتجات هي تراثيه. نعم. الصحون المصنوعه من سعف النخيل ومجموعات محافظه الحله يساعدونا بانتاج هذا القطاع. سجاد يدوي مصنوع ايضا من الصوف العراقي في محافظه السماوه، عندنا مجموعه من النساء يشتغلون ويانا على هذا اللاين. عندنا ايضا منتجات سوفينير، يعني اللي هي مثلا تذكارات يهتم بها الشباب، اللي هي الستيشنري، النوت بوك، الاقلام، الماجنت، هاي جزء من عندها ايضا احتفظنا بها وخليناها ايضا في المطار، يمكن انه تهدوها كهدايا لاصدقاء مثلا داخل او خارج. طيب
نور، يعني هذه المنتجات اللي شفناها قبل شوي من خلال الصور من الألف للياء تم من قبل فريق هيلي، يعني من ناحية العقل الإبداعي وممكن الأيادي المنفذة وحتى نقاط البيع، يعني هاي تم من قبل الفريق، لو أكو اليوم مراحل تتلقون المساعدة بها من جهات داعمة؟ المشروع يعني بصراحة هو يعني دعم ذاتي. احنا واجهنا كثير من التحديات، يمكن احنا نحكي بهم لاحقا، لكن اللي احنا سويناه هو نتاج لفريق عراقي محلي، ومننا كلنا بنفس الفكرة، بانه احنا كشباب نريد نعكس الجانب الايجابي عن 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 بلدنا. اثناء كورونا وهذه التفاصيل يعني واجهنا كثير من التحديات، حاولت انه نقدم على مناح، حاولنا نقدم مشروعنا كمشروع ناجح لجهات ايضا يعني في الحكومه، نحاول ايضا نقدم على قروض اليوم التنميه الصناعيه اللي يساهمون في تشجيع الشباب على اخذ هذا القروض. فاحنا مشروعنا انتاجي ابداعي، فاكيد هو الفكر مالته وتوجهه ويكون محلي لشباب مؤمنه بهذا المشروع. طيب. حلو. هنا ستهيلي، يعني هذا المشروع يعتمد اليوم على الحرف اليدويه، وهذه الحرف هي تستهدف وتدعم النساء، المراه بصوره عامه يعني، وتحديدا للمراه. طيب هنا كم يعني عنصر نسوي موجود بهذا المشروع اللي دعمها نفسيا وماديا؟ والله من يتوجه لي هذا السؤال يعني ما اتمنى اني اجاوب بصراحه، اتمنى هم السيدات اللي يشتغلون وياي هم اللي يجاوبوا. يعني اكون سعيده انه يوم من الايام ان شاء الله اقدر استضيفهم كلهم. الفكره من المشروع هو انه احنا ننطي مجموعه من المواد الاوليه بالتصميم جاهز الى سيدات يشتغلون من البيوت، ربات بيوت متعففات، يعني يجينا منهم منتج كامل يعني جاهز للعرض. عندنا في بغداد تقريبا 8 سيدات معتمدين عليهم اعتماد كلش كبير، هم يغطون جزء كبير من المنتجات الموجوده في المتجر الان في هذه الامور، وايضا جزء من السيدات موجودين في محافظه السماوه في منطقتين المملحه وقضاء السماوه، وايضا مجموعه واحده في محافظه الحله هم يمتهنون صناعه الخوص. بالضبط. هو هذا كان سؤالي، هل يا ترى يعني ابداع هيلي محدد داخل بغداد او اكو اليوم عندكم فروع بمحافظات اخرى؟ بالاضافه اذا شخص حاب ينضم لهذا الفريق شنو هي الشروط، خاصه الاشخاص اللي اليوم يكون عندهم ابداع او موهبه، هل يقدرون ينضمون لهذا الفريق؟ تمام. احنا الهدف ايضا من عندنا من مشروعنا عفوا انه احنا ندعم الفكر العراقي الابداعي الخاص بهذا الجانب، الحرف اليدويه، الصناعات اليدويه. اكيد اكو مبادرات من اشخاص وشباب يعني يريدون ينضمون لنا، احنا اكو قصص نجاح صارت وياهم بالبلد، واحنا اصلا نعتمد على الحرفيين من تجميع هذه الاشياء، لكن الميزه بها انه هي تصاميمنا الخاصه حتى نقدر ننفرد بها ونتميز بها عن الاخرين. يعني انا مهمتي هو تصميم وتطوير هذه المنتجات حتى اعرضها بطريقه مميزه ومنفرده عن الاخرين. حلو. هنا ستنور، يمكن اي مشروع ناشئ وببدايته يواجه فد جمله من التحديات والعواقب، شنو التحديات اللي واجهها مشروع هيلي اذا كان بالسابق او حاليا؟ يعني مثل ما قلت لحضرتك احنا جانب ابداعي خلاق، يعني احنا مهتمين بالصناعه بالانتاج، يعني عاده نعم. الصناعه تحتاج الى مقاومات او مواد اوليه تساعدها في يعني في تحضير هذه الصناعات، لكن التحديات اللي نواجهها هي يعني قله المواد الاوليه صراحه في السوق العراقي، فحاولنا ايضا من خلال بحوثنا ودراستنا انه نهتم فقط على الاشياء اللي موجوده داخل البلد ونركز عليها وممكن نطلع منها منتجات. الدليل الخوص يعني سعف النخيل ما يحتاج اي شيء من خارج العراق، لكن صح. احيانا من نريد نسوي مثلا يعني نطور هذه الصناعه الى خلينا نقول اطارات صور، الى اثاث، الى خشب، احنا نفتقر الى يعني الى توفير هذه الأشياء.
إضافة إلى التمويل، أغلب الصناعات في كل الدول المحيطة والجزيرة ودول العالم، هذه الصناعات اللي تعكس روح التراث اللي في البلد، على سبيل المثال في السعودية، في مصر، في الإمارات الآن، يضخون لها مبالغ مهمة، لأن هذا تاريخ بلدي. إحنا خصوصاً إحنا حضارة عريقة، سومرية، بابلية، آشورية، يعني لو ردنا نركز على منطقة معينة راح نبقى فد عشرات السنين ننتج أعمال إبداعية خاصة. فأكيد التمويل والمواد الأولية يعني هي الظرف الاقتصادي أحياناً أيضاً يكون عائق، لكن الحمد لله إحنا نقدر نتجاوز مستمرين رغم كل هذا. طيب نور، أنا حابة أعرف منك، نشوف حاليا الإبداعي اللي موجود من خلال الأفكار الحرف اليدوية من قبل هذا الفريق، هل يا ترى تشوفين اليوم الفرد العراقي مشجع وداعم للحرف اليدوية، لو يميل للأمور أو البضاعة المستوردة من خارج العراق أو بداخل العراق، اللي مهم هي مستوردة، وحابة أيضا توضحين للجمهور ما الأهمية والفائدة اللي راح يحظى بها النساء المبدعات من خلال شرائهم لهذه المنتجات؟ بصراحة يعني المستورد موجود والمحلي موجود، طيب. الناس ميالة للمحلي، صنع في العراق مفردة اهتموا بها الشباب بالآونة الأخيرة، يعني يحاولون أنه يعني حتى من يجون المتجر ينتبهون على هذه المنتجات، يسألون أنه هذه فعلا منتجة وصنعت في العراق. أحيانا نجيب الناس الحرفيين يقعدهم في المتجر يشوفون، نسوي معارض، نجيب الناس اللي تشتغل بيدها حتى يفهمون أنه هذه هي صناعة محلية يدوية، أغلب الناس اللي تشتغل هم ناس بحاجة إلى هذا الدعم. إحنا مهم إنه نخلي الشباب تهتم بهذا الجانب من المنتجات اليدوية، والحمد لله الناس بلشت تعرف ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع. على سبيل المثال اليوم الشابات وربات البيوت الجدد خلون ركن معين في بيوت صناعة محلية تراثية، هذا الشيء كان مثلا قبل يعني إحنا مهتمين بالأشياء تكون مثلا موجوده ومستورده من الخارج، يهتمون بها، طقوس زكريا، طقوس رمضان، هذه الامور كلها يوفرها الصناعه المحليه او الجانب الموجود في السوق الاسواق يعني. طيب انا ست نور، انا اريد اعرف منك انه مشروع هيلي هو براند لاحياء التراث العراقي، هل نعم. هل راح يبقى هذا المشروع محلي لو اكو فكره ايصال التراث العراقي وعبق الماضي العراقي الأصيل خارج حدود العراق، أكو هيك فكرة لو راح يبقى محلي حاليا؟ والله يعني ممكن أنه الفكرة يعني نظلمها إذا خليناها محلية، كل الناس بالعالم يحبون العراق ويجون يشوفون يركزون على الأشياء المهمة بالعراق، أغلب التفاصيل يجوز قد إحنا مثلا قد يكون مثلا ما مهتمين بها، لكن هي جميلة بعين الآخرين، خصوصا المواطنين الأجانب، الناس اللي عفوا الجمهور الأجنبي بشكل صح. فبالعكس اهتمامنا هو أن تكون نقطة انطلاق هي لي على يعني بالاستراتيجية الخاصة للمشروع خلال 5 سنين، أنه ممكن يتحول إقليميا أو نتواجد على أقل تقدير في الأسواق القريبة من السوق المحلية، حتى أنه تكون الفكرة موجودة أيضا في هذه المناطق. زين ست نور، يعني السؤال المهم، هل يا ترى اليوم نعم. أي قطعة من قطع التابعة لهذا الفريق، فريق هيلي، شوف لها تميز أو بصمة، يعني مثلا أني أو مصطفى موجودين بالأسواق العراقية، إذا شفنا أي قطعة نقول هاي مباشرة تابعة لفريق هيلي أو من أعمالهم، أكو بصمة معينة؟ نعم. طيب أنا قلت لحضرتك إحنا إنتاجنا يعني نحاول نميزه عن الآخرين، أحيانا ننتج قطع محددة. أوكي. ننتج قطع محددة من الأكسسوار، وأيضا نهتم بالجودة، يعني من تطلع القطعة من الورشة الخاصة بينا تكون مهتمين بأدق التفاصيل اللي هي الكواليتي كنترول يعني الخاصة بأي منتج، ندرس يعني أبعادها، تفاصيل ضبط المنتج، شو راح يكون الزبون،
التغليف، الديسكريبشن عن اي منتج، منو سوى هذا المنتج، القصه اللي موجوده بيهايند هذا البرودكت مثلا، منو اللي انتجه. هاي الاشياء الناس، هاي التفاصيل الصغيره تحبها وممكن انه تميزها عن الاشياء اللي موجوده بالسوق. من خلال الوان، الاشكال، طريقه العرض، برزنتيشن. احنا كلش مهتمين بيه، يعني اليوم تدخلون الى متجرنا في بابلون مول، طريقه العرض هي اللي اعلان الاورنس اللي التوعيه اللي احنا نسويها عن طريق السوشيال ميديا، الانستغرام، فيسبوك. هاي الاشياء هي اللي تميزنا. التون، حتى التون اللي احنا نحكي بيه هي اللي تميزنا. يعني احنا نحكي بكل شغف عن هذا المشروع ومستمرين، لانه بصراحه يعني يستاهل. اول شيء بلدنا نعكس صوره يعني ايجابيه ومشرفه له، وتراثنا غني، يعني يمكن انه ننشر فعلا فيه. فأني هذا الشيء اللي يميز. طيب احنا اليوم بمناسبه عيد المراه العالمي، شنو الرساله اللي حابه توجهيها اليوم لكل سيدة عراقية، باعتبار أنه أنت امرأة عراقية استطعتي أنه تصنعين بصمة مميزة إليك، شنو الرسالة اللي حابة توجهيها اليوم لكل سيدة عراقية؟ طبعا أوجه يعني تحية للمرأة المربية، لأمي، لمعلمتي، لأستاذتي، لكل امرأة عراقية تشتغل وتنتبه على نفسها وعلى بيتها وعلى اولادها. تحية لها بهذا اليوم، وانا اعتبر انه هذه المرأة المخلوقة الصغيرة الرقيقة هي خلاقة يعني، ودائما تنتج الاشياء الحلوة. فتحية لها وكل عام وهي بخير، واتمنى انه هذه السيدة يعني يتقدم لها كل التقدير والاحترام لانه تستحق هذه 100%. حلو. طيب يعني لا تسمحي لي حسناء، انا هسه سمعت منك تهنئه للمرأة العراقيه، اريد منك رساله توجهيها للنساء العراقيات، يعني انه انت صنعتي لك محتوى وبصمه لك بظل هذا السوق اللي اليوم يكتظ بالاشياء المستورده التراثيه. انت شنو تنصحين المرأة، شنو تنصحين السيده العراقيه اللي حابه تقدم لهذا المجتمع، تحابة أنه تبرز بصمتها بهذا المجتمع يعني؟ وأكيد أكو عواقب، أكو حواجز ممكن تواجهها بحياتها، شو توجهي لها رسالة؟ في شهادات يعني تقارير دولية تقول أنه المرأة العراقية مرأة ذكية، يعني تقدر تستثمر كل الطاقات. أنا أنصح المرأة اللي نشأت بظروف صعبة أكيد لها قدرة على انتاج اشياء غير يعني تفوق حتى الخيال، لانه هذه البيئه الصعبه تنتج رغبه وشغف لاشياء ممكن انه تكون مفيده ولها خدمه للمجتمع. فاني انصح السيده العراقيه والبنت العراقيه ان تستثمر ذكاء ومجالها ايضا في كل المجالات وابداعها لشيء يفيدها اولا ويفيد مجتمعها بشكل ثاني ان شاء الله. نور هاشم، صاحبه مشروع محلي هيلي، كل عام وانت بالف خير للمره الثانيه، واكيد انت اليوم فخر مثل اي مراه عراقيه تركت بصمه للمجتمع، وان شاء الله هذا لا اول ولا اخر لقاء، ان شاء الله يكون لنا لقاء ثاني وحضرتك في حين ما يكون هذا البراند مو فقط محلي انما عربي وحتى يوصل للعالم. يعني نورتينا وشكرا لك. شكرا لك ست نور، شكرا جزيلا. كل عام انت بخير وكل عام انت بخير. شكرا لك عزيزتي، شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، بنهايه هذا المحور لدلاله بصمه المراه العراقيه وابداع المراه العراقيه، وارجع واقول اللي هي اليوم تشكل المجتمع بالكامل. خلونا وياكم ننتقل الى فاصل، وبعدها نتواصل وياكم بفقرات يوم جديد.